سالي، يمكن بالآونة الأخيرة ما عاد مستغرب نشوف بزحمة الحياة وظروف المعيشية الحياتية دائما بتحس مود الإنسان مش منيح، مزاجه معكر، تعبان، بتقول له كيفك اليوم، بيقول لك مكتئب. يعني صارت بتلاقي مرض يمكن العصر هو الاكتئاب بهيدا الوقت. سالي صحيح نور، الاكتئاب هو مثل ما قلتي يمكن نتيجة ضغوطات وظروف الحياة اللي احنا هلأ عم نعيشها، وأحيانا بيجي من مشاكل صغيرة ممكن الإنسان ما يقدر يستوعبها فبيفوت بمود الاكتئاب. السؤال هون كيف فينا نكون مناح، كيف فينا نطلع من هيدي الحالة بشيء ما يأذينا وما يأثر علينا. هذا الشيء رح نحكيه أكيد ونتعرف عنه كيفية العلاج أيضا وأسباب الاكتئاب مع الدكتور أحمد خالد تاجي، اختصاصي بأمراض النفسية والعصبية. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، يسعد صباحك ما دكتور. ما ضل اكتئاب هلأ لازم نقول لك برنامج الحلو مع هالمذيعات ما ضل اكتئاب. نقول لك كيفك اليوم، لأنه هي بتسأل الشخص كيفك اليوم بيقول لك مكتئب. خلينا نحكي بالبداية، ما فينا نقول شو هي أسباب الاكتئاب لأنه الأسباب بشكل كتير كبيرة وعامة، بس شو اللي بيخليك تكتئب؟ يعني هي ضعف شخصية أو إنسان حساس أو هي عدة عوامل بتجتمع بوقت واحد؟ تمام، هلا حتى أوصل لإجابتك الحقيقة، وفي نقطة كتير خطيرة، إنه كتير أشخاص مثل ما قلتي يقولوا مكتئب. هلا في فرق بين الاكتئاب، في فرق بين الحزن الطبيعي، في فرق بين متعرضين لازمه لصدمه. بس اللي بيفاجئك احيانا، ليش عم بقول لك انه ما فيك تعمم الاسئله او تعمم العوامل، لانه احيانا بيكون الشخص، لا قصدي كلمه اكتئاب معممه كثير. أيوة، يعني شخص بيكون زعلان شوي صغيره مثلا، او بيقول لك اليوم مكتئب، مثلا مرته مزعلته ولا خطيبته مزعلته، بيقول خلص مكتئب. هي ما انا محرزه، لا نحن الاكتئاب اذا عم نحكي عليه هو مرض بالنهايه، يعني هو اضطراب نحن بنسميه، يعني مقصود فيه كلمه مرض اللي هو بحاجة لمعايير واضحة لحتى نحن نشخصه، بحاجة لأسبوعين من أعراض شديدة، من انخفاض المزاج الشديد كل يوم لمدة أسبوعين، فقد المتعة بأي شيء كان يمارس نشاطاته، كان يروح على السوق، يروح على رياضة، يروح على شغله، بطل يعمل أي شيء، اضطراب النوم، اضطراب الطعام، أفكار عن الموت، يعني أعراض كثيرة حتى نحن نحكي على الاكتئاب. وأهم شيء بموضوع الاضطرابات النفسية، الاضطرابات النفسية حتى نحن نشخصها بده يكون أسرع حياة الشخص، يعني كان يروح على المدرسة بطل، كان يروح على الجامعة ما بقى، رياضة ما بقى، يعني في كتير شغلات اختلفت بحياته. بينما إذا هو حزين وحياته ماشي طبيعي، نحن ما بنتداخل كأطباء، هاللي بيتداخلوا عليها هن المعالجين النفسيين، ممكن هن يعطوه الدعم مثلا أو يفرغ عندهم. تمام يعني دكتور، يمكن انه واحد مزاجه سيء لمده نهار نهارين نحن ما فينا نعتبره اكتئاب حسب ما حكيتنا، ولكن في انا حال ما بعتبره، انتم بتعتبروه؟ لا مزاج سيء لكن بس في حال امتد معنا لاسبوع اسبوعين واثر على حياتنا. تمام، بياثر على الحياه. تمام. هون يعني بيجي المريض لعند حضرتك، يعني كيف فينا نحن نبلش بالعلاج خطوه خطوه؟ تمام، هلا الاضطراب الاكتئابي بشكل عام يعني له درجات، خفيف، متوسط، شديد. متوسط شديد بحاجه لدواء. الفكره المهمه كثير اللي من خلال اذاعتكم لازم نحكي، انه الادويه الاكتئابيه ادويه امنه جدا، يعني امن من السيتامول، خلينا نقول هي ادويه ما فيها اي خطوره، هي ادويه بتشتغل على ماده بالدماغ اسمها السيروتونين اللي هو هرمون السعاده الناس بيسموه. فعلا نحن مخلوقين بشيء داخل دماغنا هو اللي بيعطينا السعاده. هذا الهرمون او هذه الماده اذا نقصت شوي هي بتسبب لنا موضوع الاكتئاب. لذلك كثير احيانا بنلاقي شخص حياته كلها طبيعيه ما في شيء، فجاه بيكتئب. بس يعني هو سبب النقص بيكون بسبب شو؟ ما في اسباب واضحه، يعني ما في، العلم لسه ما وصل تمام وبيعرف انه في نقص بهالسيروتونين هذا. بس شو اسباب نقص السيروتونين هلا متعدده، ممكن ضغوط الحياه الكثيره، ممكن كثير شغلات. بس المشكله كمان هون انه في فرق بين شخص وشخص، يعني ممكن لهيك خلينا نعطي للمشاهدين بعض الظواهر الاكتئاب. يعني انا اذا عندي، كيف بدي اعرف انه هيدا الشخص مكتئب؟ لانه مثل ما قلت لك المود العام هو المزاج السيء للاشخاص، فلا ما فينا نعمم القصه. كيف فيني اقول انه تمام انا قلت لازم عندي يكون عنده خمس اعراض على الاقل من الاعراض اللي ذكرتها قبل شوي، واللي اساسيات فيهم هن ثلاثه خلينا نذكر الناس اللي هن فيها. انخفاض المزاج الشديد مع شعور دائما انه بده يبكي معظم اليوم، يعني مو والله نص ساعه باليوم، لا تقريبا كل اليوم لمده اسبوعين كاملين ورا بعضهم،
مو كمان يومين او ثلاثه ومو ساعه باليوم، لا فتره طويله. ثاني شغله فقد المتعه والاستمتاع بالنشاطات اليوميه، هذا من الاعراض الهامه جدا. والمعرض الثالث والتعب وفقد الطاقه، دائما بحس حاله تعبان ما عنده طاقه على شيء، بالاضافه لاعراض ثانيه اللي ذكرناهم، النوم، الاكل، يعني كل حياتك بتضطرب. المشكله الاكتئاب الناس كثير بتستخف فيه، حتى بالجو الطبي بيقولوا اكتئاب بتنحل، بس الحقيقه لا، الاكتئاب هو من الامراض الصعبه اللي بتدهور حياه الشخص كامله، يلي اذا تطورت تمام يعني كثير احيانا بيكون سبب طلاق. يعني انا باحد البرامج اللي عملتها قلت انه نحن ممكن نعفي حالنا من الطلاق من خلال حبه سيروتونين تعوض لنا ترجع لنا روح المرح اللي كان زوجي متعود عليه او زوجتي متعوده عليها. بتفاجئ بعد شهرين ثلاثه المقابله اجوا شخص تنتين نساء على العياده بس ليقولوا لي انه شكرا لانه فعلا كنا حنطلع ورحنا لعند دكتور نفسي، ما راحوا لعندي راح لعند غيري راحوا لعند دكتور نفسي واخذوا ادويه بس اجوا ورجعت علاقتهم كثير منيحه مع ازواجهم. احنا لا ننسى انه المراه بالذات معرضه للاكتئاب كثير، احنا عندنا شيء اسمه عسر المزاج ما قبل الدوره التنصيه اللي هو بيساوي مشاكل كثير بالعائله، لانه في 110 اعراض، يعني على الاقل 110 اعراض تظهر عند المراه، تبدلات مزاج، عصبيه، ارق، كل شيء اعراض بيخطر على بالك موجوده. فنحن لازم يكون عندنا وعي لهالامور هيدي. لازم يكون في كثير وعي للعائلات انه للزوج انه معلش هي اسبوع قبل الدوره التنصيه طول بالك على هالمراه لانه مو بايدها. تمام الدكتور الادويه، بس خلينا بس نعطي المشاهدين، انت حكيت انه هيدا الحبه مثل السيتامول، ولكن بدنا نفرق في حال هيدا الحبه ادمن الانسان. تمام هي الفكره الاساسيه اللي لازم توصل للمشاهدين. ادويه الاكتئاب نحن على فكره اقل عالم بنساوي ادمان عند الاشخاص. يعني اطباء مثلا اللي بيعطوا، نحن ما بنعطي ترامادول مثلا لاشخاص كثير مدمنين عليها، نحن بنعطي ادويه الاكتئاب اللي هي ادويه امنه لا تحدث اي نوع من الادمان. هلا هني بيقولوا لا انا ما قدرت اتركها لانه الطبيب ما خبرك انه انت هذا الدواء اخذه ما هو لحتى يحل لك مشاكلك. هذا الدواء حتى يرجع لك السيروتونين اللي من خلاله حيرجع قوتك الشخصيه لحتى انت تلاقي الحلول. دائما ما لازم نبحث عن الحلول من خلال الاخرين اللي جنبنا ولا من خلال حبه السيروتونين ابدا. حبه السيروتونين حترجع لك بعد اسبوعين، طبعا اول اسبوعين ما بيستفيد نهائي المريض، يعني اول اسبوعين هي تعبئه للماده، بعد اسبوعين بيروح كل شيء اثار جانبيه من الدواء وبيبدا التحسن. الدواء لازم ناخده لمده 6 شهور ل9 شهور وسنه حتى. ايه تمام يعني، والحقيقه ما في مشاكل كثيره بهالدواء هذا، يعني ممكن نستعمله لفتره طويله. خلينا نحكي عن مخاطر الاكتئاب، يعني نقول في عده مخاطر. الانتحار يعني بكفي، يعني ممكن الشخص يقتل حاله باي لحظه. وهون في فكره كمان كثير مهمه يا ريت نوجهها للاشخاص، احيانا بيقولوا ايه عم بيمثل، اي تهديد بالانتحار حتى لو كان تمثيل ممكن يتحول لحقيقه. يعني ما في دائما مريض الاكتئاب عم يدور على شخص يستمع له. في درجات للاكتئاب طبعاً طبعاً. بس قصدي إنه بموضوع الانتحار دائماً في شيء بحاجة أشخاص يستمعوا لهم. يعني برا في الخط الساخن بيدقوا، في أشخاص مدربين بيقدروا يخلوهم هيك يطولوا فيهم، يقنعوهم إنه هن ما يقوموا بعمل الانتحاري لحديت ما يوصل الإسعاف لعندهم. للأسف في سوريا ما له موجود، عم نسعى هلأ أو بسعى أنا شخصياً إنه نساوي هيك شيء، بس تعرفي بده كتير شغل. كتير الموضوع مهم تماما. دكتور لأي حد يعني بتأثر شخصية الإنسان على درجة اكتئابه، يعني الشخص خلينا نقول لي شخصيته شوي قوية يلي عنده أهل عم بيوجهوه، يعني اللي عنده عالم حواليه غير الشخص خلينا نقول المعزول واللي ساكن لحاله اللي متحمل عبء حياة اللي متحمل مسؤولية، قديش بتفرق هذا؟ يعني 100% الأشخاص اللي ما لهم متزوجين، الأشخاص اللي ما عندهم دعم مجتمعي جيد، لذلك عم نلاقي الاكتئاب كثير هلا. زمان كان الدعم الاجتماعي او الدعم الاسري موجود كثير، الناس قاعدين ببيئتهم بنفس اجواءهم، هلا طلعوا من بيئتهم عادوا ببيئه جديده. الاشخاص اللي حواليهم عم يحاولوا يدعموهم بس ما بيقدروا يدعموهم لانه ما حدا بيقدر يفهمك بالنهايه. حتى قبل كانت الحاره والجيره بطريقه التواصل الاجتماعي مختلفه. يعني هلا انا الصبح بقول للعالم انا حاسك تعبان، الكلمه اصلا غير صحيحه، شلون انا بدي احس بالشخص اللي قدامي؟ انا شايف المود العام انت مو مانك نايم منيح، مو رايق، شو بك؟ دغري الطاقه سلبية بينحكي اياها بالصبح. بس نحن احيانا نتفاجئ في كثير من الاشخاص يمكن بيتعرضوا لظروف قاسيه وحياتيه، ويمكن خلال الحرب كثير ناس تعرضت لها،
بتكون لا شخصيتها نوعا ما صلبة قوية، ما بتنكسر، يعني ما بدنا نقول ما بتنكسر بس ما بتروح باتجاه الاكتئاب. بنشوف جانب آخر بس دكتور، شخص يمكن حاصل على كل شيء بالحياة، عيلة حلوة، دارس، حياة معيشية جميلة، بيئة بتلاقيها مثلا بيئة غنية، ومع ذلك بتتفاجأ انه عنده اكتئاب. في يعني بتلاقي في ازدواجية مو الشخصية بحد ذاتها، ولكن انا اللي عم اسألك شو اللي بيلعب دور. تمام، يعني قدرتنا على تحمل الصدمات يختلف، وهذا الدليل بتشوفيه اثناء الازمه اللي تعرضنا لها بسوريا. يعني لما كان تنزل قذيفه، اذا بتاخذي الكاميرا وبتصوري بتلاقي اشخاص راحوا يسعفوا بكل جراءه، اشخاص تجمدوا بمحلهم، واشخاص هربوا. وهذه ردات الفعل الطبيعيه للاشخاص اللي بنسميها اللي يعني بالاساس تعرض لشخصيه فايت فلايت اور فرايز. شخص هدول الاف اف اف اللي هن فايت فلايت اور فرايز، يعني اهرب تجمد او قاتل. هذه ردات الفعل الطبيعيه للاشخاص، مو معناته انه هذا سيء ولا هذا منيح ولا هذا، لا لا لا، هي ردات فعل. احنا بنحكي عن طبيعه اشخاص، هذا قصدي، انه كل واحد يعني عنده من خلال التربيه بجوز، من خلال الوراثه، عنده قدرات معينة. في أشخاص بيشوفوا راس انقطع بيناموا بالليل وعادي، يعني ما عندهم مشكلة، بس في أشخاص ممكن يشوفوا نقطة دم ما يناموا أسبوع. فتختلف من شخص لآخر الحقيقة هيدي، ولكن نحن ما بنظلم حدا، كلهم معرضين بالنهاية للاكتئاب. أي شخص معرض للاكتئاب. كتير مهم نحن نفرق حتى هلأ خلال هالأزمة هذه بين اضطراب اللي حتحكوا عليه أكيد شي مرة، اللي هو اضطراب الشدة ما بعد الرض اللي صرنا نشوفه كتير. تعرضنا نحن للصدمات. شو يعني صدمة؟ يعني الصدمة مو معناته أنه حدث عادي، وحدث غير متوقع فجائي بيجينا فجأة، بنشوف شغلة نحن خارج طاقتنا. نحن عنا طاقة نتحمل نشوف حادث سير، بس أنا ما عندي طاقة أشوف شخص ميت بالشارع. هذه مالي 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 ضمن تفكيري وضمن مشاعري. صح. فتعرضنا كثير لصدمات، كثير من الشعب السوري تعرض لصدمات. هيدي الصدمات كانت ما عم تطلع لأنه الشعب السوري كان ملتهي بالأحداث. هلا الحمد لله بما انه الامور هلا بين الاكتئاب، هلا بلش يظهر الاشياء اللي كلياتها ترسبت بذاكره عندهم ساخنه وموجوده جوا. هذا الشيء بعد فتره اذا ما تعالج الاضطرابات هيدي والصدمات هيدي عم تتحول لاكتئاب. لذلك عم نشوف الاكتئاب كثير، غير الظروف مثل ما قلت لك، النزوح الكثير من مناطقهم، ما في دعم مجتمعي، الاسر تفتتت، الاب بمكان، الام بمكان، الاولاد بمكان، هذا كله كان يساعد على انه الاكتئاب ما يتطور وما يوصل لدرجات كبيره. بس بالنهايه لا يخافوا، الاكتئاب ما بدنا نشائم العالم، الاكتئاب هو مرض قابل للشفاء 100%. يعني الصدفه لشخص يكون معند على الاكتئاب، الادويه مو لطول العمر، هي ادويه لفتره معينه بنوقفها بعدين، بس كثير مهم انه يمارس الطقوس الطبيعيه. اللي هي ما نخليه منعزل او لا، اكيد شغلات تساعده. هلا منظمه الصحه العالميه عم تحكي على الرياضه، 45 دقيقة مشي سريع بقصد رياضة، ما يقول لي عم بروح شغلي، لا، بده يطلع بده يقول أنا هذا المشي ماشي لحتى أنا أتحسن، ويكون معه صديق، لأنه إذا مشي لحاله هيفكر بالأفكار السوداوية. بس إذا معه صديق بيعطي له سندويشة ما بتصير. يعني هي الفكرة الحلوة اللي بحكيها دائما بالعيادة للمرضى تبعي، كل شيء بيطلع من الجسم إيجابي، كل شيء بفوت سلبي. يعني أنا إذا سمعت موسيقى مين هاني شاكر حطيته بإذني أكيد حاكتئب. بس إذا أنا غنيت مثلا، لا، أنا بطيب بتحسن. إذا أنا قريت بصوت عالي بتحسن، إذا رحت لعبت رياضة بتحسن، إذا نمت هي المهم ما نروح لحالة الاستسلام. تمام. هي حالة الاستسلام والعزلة هي اللي بتخلي الاكتئاب فعلا يتغلب عليك. أدوية الاكتئاب خلينا نحكي عنها، للدكتور انه ممكن هي تمتد من لتسع شهور لبعد اسبوعين لياخذها الجسم. اشخاص بتنحف كثير واشخاص ممكن يزيد وزنها، هذا الشيء له علاقة بتركيبة الأدوية؟ يعني مثلا كلنا معرضين ناخذ أدوية اكتئاب، ما في اي مشكله، وهو علاج بالنهايه مثله مثل الجريب بس ولكن مطول، ولكن بيسالوا الصبايا بنسمن نحن شيء؟ هو هذا السؤال دائما المهم عندكم، بس الحقيقه انه في كثير من الادويه ما بتسمن نهائي، في ادويه بتسمن، وفي دواء واحد بس ما بقدر اذكر اسمه، يعني بس انه الدواء هذا للاسف عم بيستعمل حتى غلط، يعني كثير من النساء عم تاخذه فقط للتنحيف، بس انا لازم اخبرهم انه هذا بينحف بس اول شهر، بعدين بيرجع كل شيء طبيعي اذا ما مارسوا رياضه. يعني بالنهايه ما هو دواء للتنحيف، هو دواء للاكتئاب. في ادويه اكتئاب معناته بتنحف بتسمن، ومثل الاعراض الاكتئاب، يعني احد اعراض الاكتئاب هو زياده او نقص بالوزن 5% خلال شهر،
يعني وزن الجسم اذا 100 بنقص 5 او بيزيد 5. يعني مو كل مرضى الاكتئاب بنقص وزنهم، لا، في منهم بيزيد وزنهم. فنفس الشيء الادويه، في منها بتنحف وفي منها بتسمن، وفي منها ما بتساوي نهائي لا زياده ولا نقص بالوزن تماما. بس كل الاحوال اذا بده ياخذ الدواء ويقعد بالبيت، لا، يا ياخده. اللي بده ياخذ الدواء بده يكون هو مجهز حاله انه انا عندي مشكله ولازم لاقي لها حل، يعني مستبصر للشيء اللي هو فيه. نحن ما بيفيدنا ابدا بحياتنا انه نقول انه انا عندي مشكله واقعد اتفرج عليها، لا، عندي مشكله بدي الاقي لها حلول. بكل شيء بحياتنا لازم نحن نكتب ونحاول نلاقي. والمشكله على فكره يعني دائما عند مريض الاكتئاب هي كبيره مسكره على عيونه هالقد، بس نحن بكل بساطة أنا بخبرهم جزئوها، يعني اعتبروها دينة 10 ملايين، أنتوا ما معكم منا إلا 100 ليرة سوري، أوكي ما في مشكلة، بس أنا حفكر أنه أحد الديون هيدي هي 500,000 ليرة، إذا طلعت اشتغلت ساعتين أنا بقدر أوفيها، إذا وفاها حيصغر شوي المشكلة هالقد، هذا حيعطيه جراءة أنه يوفي بعد 10,000، 100,000، مدري شو، حتخلص مشكلته. فدائما لا تنظروا للمشكلة جزئوها وحاولوا تلاقوا الحلول الأمثل لها. ودكتور أشرت يمكن لنقطة مهمة، إنه مثل ما قلت يمكن خلال سنوات الحرب وظروف الحرب هلأ يمكن بعض الأمور ركدت شوي، فبتلاقي القصص النفسية عم تطلع عند الأشخاص من خلال مثل ما قلت كتير أمور تعرضوا لها. خلينا نحكي عن الأطفال هون، لأنه كمان يمكن الشخص الكبير هو صلب أكثر، بيعبر أكثر، شخصيته أقوى، الطفل أكثر حساسية وما أنه متأقلم ولا أنه شايف كل هالأمور اللي عم يتعرض لها، يمكن ظروف جديدة. هون كيف فينا نتعامل مع الطفل وكيف فينا نقول أعراض الاكتئاب عند الأطفال نفسها ولا تختلف عن الكبار؟ يعني أي تبدلات بالسلوك عند الأطفال، دائما الاكتئاب عند المراهقين وتحت، يعني تحت 18 سنة خلينا نقول، بتظهر بشكل عنفواني، بشكل هياج، بشكل مستسار، بعصبية، تأخر عن المدرسة، هروب من المدرسة، أنه بيصير بيتخانق مع أهله طول النهار، إذا كان بيسوق سيارة بيسوقها بشكل متهور، هذه طريقة الانتحار عنده، بيروح بيعمل مشاكل. عكس نحن لما بنكتئب انه نحن بننزوي. كثير مهم انه نحن نتوجه للاخصائيين. سوريا هلا خلال الازمه الحقيقه كل شيء بجوز بيرجع اثناء الحروب الا الدعم النفسي بيطلع. نحن انا صفتي يعني مع الامانه السوريه للتنميه موجود عندنا مراكز بكل انحاء سوريا، وهل هي مجانيه وفيها دعم نفسي ودعم اجتماعي وفيها طبيب نفسي والخدمات كلها مجانيه، والسيده الاولى عم تقدم لنا الدعم كامل. يعني في عنا الهلال الاحمر عم يقدم كمان دعم نفسي بكل الاماكن، في جمعيات كثير عم بتقدم، المجتمع الاهلي في تمام دعم. فهن اي لحظه هن بحاجه بس يدقوا تليفون حيلاقوا انه الناس مستعدين لانه هن يتساعدوا معاهم. نحن ما بنساعد، نحن بنتساعد مع بعض. فكرة دكتور حضرتك حكيتها هلا لكل الناس تعرف انه صار عنا هيدا الامكانيه اللي نقدر نحن نسمع بعض فيها، في كوادر مؤهله لتقدر ايضا يمكن نساعد بعض. هي بالنهايه حتى الشيء اللي نحن عم نحكيه خلينا نعتبره من الناحيه الانسانيه، وكثير شيء هام ممكن تنقذ حياه شخص من الانتحار وتنقذ عائله كامله مثل ما حكيت من الطلاق او كامل من التفتت الأسري. خلينا نحكي إمتى نحن فينا نزور الطبيب بشكل مو ضروري نكون مكتئبين، نحن في مراجعة دورية. مراجعة دورية يعني شيء إمتى ما بدهم؟ أهلا وسهلا، نحن جاهزين. مدة معينة مو كل يوم. نحكي الفرق بين سوريا وبين برا، للأسف هون يعني ما في الثقافة العامة. لا لا، هي الثقافة إنه إذا بدهم يتوجهوا فني بيتوجهوا بالعادة للطبيب، دائما في ثقة كبيرة بالأطباء ببلدنا. ثقافية الموضوع، يعني انه الطبيب هو الاعلى. يعني هلا هو ممكن الاعلى كفريق عمل، ولكن بالنهاية برا بيكون التوجه مثل ما بيصير نحن بالامانة. الحقيقة بيصير رصد مجتمعي، اثناء الرصد المجتمعي لاوضاع الاشخاص والناس بالمناطق اللي فيها الامانات، الامانة السورية، بيلاحظوا انه في اضطراب نفسي، بيوجهوه للاخصائي الاجتماعي اللي بيوجهه بدوره للاخصائي النفسي، واذا لقى انه الحالة بحاجة لادوية بيوجهها للطبيب النفسي. الحقيقة هو هذا الترتيب الامثل، بس ما في اي مشكله باي لحظه هن بحاجه او انه نتساعد مع بعض لنلاقي حلول لمشاكلهم، نحن موجودين. بالختام دكتور، نصائح عامه لكل الناس اللي عم تشاهدنا حاليا. تمام، اهم شيء انه هن ما كل كلمه يفكروا اكتئاب، الاكتئاب هو مرض مثل ما قلنا. الحزن طبيعي، يعني نحن مثلا حتى نشخص، انا هيدي فكره كثير مهمه، اذا بدنا نشخص اكتئاب لشخص عنده وفاه عزيز مثلا، نحن بحاجه لشهرين، ما بنشخص قبل شهرين، شهرين بعد الوفاه او شهرين، فيعني الموضوع هذا كثير مهم.
اهم شيء انه هن يمارسوا رياضه بشكل منتظم، يناموا بوقت محدد ويفيقوا بوقت محدد، يكون عندهم شخص موثوق دائما هو بيحكوا له كل شيء، ما يتوجهوا للاسف كثير عم بيصير هلا انه عم يتوجهوا للادمان بحبوب معينه او انواع مخدرات او حتى حشيش او كذا حتى يخلصوا من مشاكلهم. ينتبهوا لانه هيدي الموضوع هو موضوع جدا خطير، ما حيتوقفوا عند حد معين، كل ما لهم حيزيدوا الجرعه لانه جسمه حيتعود. هو مو الحل، الحل هو انه يواجهوا المشكله ويتوجهوا للاخصائيين حتى يتساعدوا معهم على حل الموضوع. نعم، يعني دكتور بدنا نتمنى السلامه النفسيه للجميع، لانه صدقني اللي تعبان من جوا بده يتعب من برا. يعني السلامه النفسيه من اهم الاشياء، من اهم الاشياء. بنتمنى السلامه للجميع. شكرا للنصايح يلي قدمتها، وما انه غلط انه نحن نعمل دائما زياره دوريه للدكتور النفسي، هي بالنهايه شغله كثير مهمه. كثرت لنا الشغل منيح. لا كمان الحفاظ على حالتنا النفسيه السليمه، فهي شيء طبيعي انه نراجع دكتور نفسي. شكرا لك. اهلا وسهلا، شكرا لكم.